السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كيف الحال؟ نتمنىكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا إن شاء الله في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله هو شوسون بحشوة اللي هي سهلة ولذيذة جدا، جوج ديال الحشوات وجوج ديال الطرق مقليين وفي الفرن كذلك. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو إن شاء الله لهاد شوسون، العجين ديالو غنحتاجو زلافة ديال الدقيق عامرة كيف ما كتشوفوا، وغنحتاجو ربع زلافة ديال الفينو أو القمح الصلب، وغنحتاجو معلقة المليحة صغيرة على حسب نتوما الذوق ديالكم، معلقة صغيرة ديال الخميرة شفتوها ما عامراش، واحد القطعة ديال الزبدة اللي غتلين العجين ديالنا، والماء دافئ للعجن إن شاء الله رب العالمين. بسم الله على بركة الله. غنبداو غنصبو الدقيق ديالنا الأبيض مع دقيق الفينو كذلك ربع زلافه، وداك الملح والخميره والزبده، وغادي نبداو نعجنوا ان شاء الله بالماء الدافئ كيف ما شفتوا. هاد العجين على فكره تصلح لنا بزاف ديال الانواع ديال المعجنات، يمكن نصوبوا بها الشوسون، يمكن نصوبوا بها البيتزا، يمكن نصوبوا بها بزاف بزاف، يعني بزاف الاشياء نبغيو يمكن نصوبوها بها، لان كتجي عجينه رائعه الصراحه، خصوصا الدلكات وخليتوها في هذا المقاس اللي وريتكم انا، تكون العجين لينه جدا. مهم بعد ما كنكملوا العجينه ديالنا كنتركوها على جنب تفتح كيف ما هي في ديك القصيه ديالها او في الاناء اللي عجنا فيه، وكنجيبوا الماء غليان وكنحطوا فيه داك الشعريه الصينيه او فيرميسيل شينواز، كنحطوها تتعرفوا ضروري نحطوها في الماء طيب باش تطاب لينا وتنزل. كنحطوا وحده واحد الكيس كنحطوه في داك الماء اللي هو غليان، وكنحطوه نخليوه واحد 5 دقائق ومن بعد كنحيدوها ان شاء الله رب العالمين. وكنحتاجوا لهاد الحشوه اللي هي غتكون بسيطه جدا كيف ما كتشوفوا فيه ميسيل شينواز او الشعبيه الصينيه من بعد ما تسلقات، وكنحتاجوا شويه ديال القزبر والمعدنوس مقطعين مع بعضهم، وكنحتاجوا بهارات الكركم، فلفل اسود، زنجبيل، توم بودره، وشويه الملح، قليل من الملح لان غنستعملوا صويا صوص، ولان غنستعملوا كذلك الزيتون، اشياء اللي غتعطينا ملوحه، وكنحتاجوا زيت الزيتون كذلك باش غنديروا الحشوه ديالنا. غادي نصبوا القليل من زيت الزيتون على مقلاة فوق النار، تكون النار هادئه جدا لان زيت الزيتون كنعرفوا كتحرق، خص النار تكون هادئه. وغادي نحطوا فيه هذاك الفيرميسيل شينواز ديالنا، وغنضيفوا عليها ان شاء الله البهارات، وغنضيفوا عليها كذلك ان شاء الله صويا صوص. صويا صوص كيبقى اختياري، المهم ردوا البال انه مالح راكم عارفين، يعني ما نكتبوش الملح، ملي نضيفوا الملح نضيفوا القليل فقط. والبهارات ديالنا كيف ما قلنا تبقى البهارات تبقى ذوق، المهم هادو راه تيجيو زوينين بزاف فيهم، يعني جربوا بهاد البهارات تيجيو رائعين. ومن بعد ملي كنقلبوهم مع بعضهم شويه في المقله كنضيفوا داك القزبر والمعدنوس، وكنخليو منه القليل جدا غنحتاجو من بعد كما كتشوفوا معايا، خليت واحد الكميه اللي هي بسيطه غنحتاجها من بعد، وغنقلبوهم كذلك مع بعضهم. وغادي نحتاجو هنا معنا واحد علبه حتى لزوج علب على حساب ديال الطون، انا اختاريت جوج الانواع، درت علبه من طام وعلبه من جولي، جولي اللي هو حار لكن ماشي داك الحار اللي يعني قوي، فما جاش باين نهائيا انه حار، جا لذيذ لكن ما جاش حار. ضفت علبه ديال الطعام، شلت حيدت الزيت منه ما بغيتوش يجيني مدم بزاف، اللي بغى الزيت يخليها، وحيدت كذلك الزيت من علبه ثانيه ديال جولي، مع فكره بجوجهم الطعم ديالهم لذيذ وجانسوا مع بعضهم عطاو واحد الطعم رائع. كنخلطوا الحشوه كامله مع بعضها في المقلات ديالنا، اكيد هنا كنكونوا طفينا النار ما كايناش النار، وكنزيدوا الزيتون قطع ديال الزيتون، كيبقى كلشي هادشي يعني يمكن لك تقلل تكثر داكشي كيبقى اختياري. مهم الحشوه هذه كتجي رائعه ولذيذه، هي بسيطه جدا لكن راه لذيذه بزاف بزاف بزاف. صافي ملي كنكملوا الحشوه ديالنا كنخليوها على جنب، وكندوزوا للعجين ديالنا ان شاء الله رب العالمين اللي غادي نجيبوها باش نقرصوها ونعملوا منها دي شوسون. كنجيبوا دقيق وتنحطوه في محل العمل او فوق سطح العمل، وكنجيبوا العجين ديالنا اللي غادي نقرصوها،
واحد الحاجه غنشيف ليها العجين ديالنا رائع جدا، يعني كيف ما درنا لها كدار يعني لينه معانا لينه معانا، لانها معجونه مزيان مدلوكه مزيان وطريه، يمكننا نديرو فيها اي حاجه اللي بغينا غادي تخرج لنا. شوفوا السمك ديالها كيكون السمك اللي هو رقيق يعني اقل من سنتي بكثير، وكنجيبوا اي حاجه عندنا لما عندناش باش نديروا بحال هذا شكل دائري، يمكن نجيبوا زلافه يمكن نجيبوا اللي بغينا ونتحكموا حنا في الشكل، وغادي نديرهم كلهم دوائر حتى نكملوا التقطيع ان شاء الله ديال العجين كامل، باش غادي نبداو ان شاء الله رب العالمين الحشوه ديالنا. كيف كتشوفوا كملنا العجين ديالنا كامله في التقطاع، يعني كتعطينا عدد هذيك الزلافه الدقيق كتعطينا واحد العدد زوين ديال لي شوسون، يعني كافي تبارك الله العائله. يمكننا نحطوهم بحال هكا مصاحبين بشي حاجه في العشاء، او نحطوهم في طاولات الغداء كذلك، يعني نوعوا بهم. هنا انا كنعتذر منكم لاني كنصور بيد وحده، كان عندي مشكل انني نصور كيف ما العاده ونستعمل يدي بجوج، لكن اليوم راني كنصور بيد وحده وكنصوب بيد وحده، فهذا العمل كله كتشوفوه فقط بيد وحده. يعني لو كانوا جوج اليدين كان شيء ثاني يعني. كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كيجيو رائعين. كيف كتشوفوا انا كنحط الحشوه ديالي، انا كنبغيهم عامرين، كنبغي لي شوسون ديالي يكونوا عامرين من الداخل، ما كنبغيهمش شي شويه ديال الحشوه، داكشي علاش عمرتهم. كيف كتشوفوا جبت شوكه معايا ديال البلاستيك، احسن تكون البلاستيك لان التانيين كيتقبوا العجين، ولا ما كانتش ديال البلاستيك نستعملوا الاخرى، وناخذوا بالنا اننا ما نتقبوش العجين، لا تقبت العجين فكتخرج لينا الحشوه، خصوصا انني بغيت انا نقلي واحد يعني تقريبا واحد الجزء نقلي واحد الجزء نديرو في الفرن باش نوريكم كيفاش كيجيو في الفرن كيفاش كيجيو مقليين. هما كيجيو روعه، العجين كتجي رائعه جدا، كتجي رقيقه طايبه كيف ما درتو ليها سواء في الفرن او في المقلاه كيجيو رائعين. غادي نبقاو مكملين بحال هكا كيف ما كتشوفوا الحشوه راني كنكثرها وكيبان ليكم، ولكن الحمد لله فكتجمع شفتوها كيفاش كتجمع بكل سهوله، لان عجين لينه جدا طريه وبيد واحده، يعني كتشتغل فقط بيد واحده. ومكملين بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الصور، غنكملوا العجين ديالنا كامل الحشوه ما نخليوهاش تخرج برا، لا بالنا شي حاجه خارجه ندخلوها حتى حاجه ما تحرق لينا. اللي كنأكد عليهم انهم كيجيو لذاذ جدا، لذاذ لذاذ رائعين، والعجين ذات عده استعمالات. يمكن لكم لو بغيتوا هذا العجين تكتبوا منها وتحطوه عندكم في الفريزر في الفريغو او في كونجيلاتور، ووقت اللي تبغيو من هذا العجين تخرجوها يعني بعد ما تقرصوها اكيد وتستوها تخليوها تبرد ديروا شي حاجه تخليوها تجمد وتجمعوها، ومن بعد اللي تبغيوها تجيبوها يمكن لكم تخدموا بها اللي بغيتوا، ويمكن لكم كذلك تعمروهم وتدخلوهم للكونجيلاتور عامرين وقت اللي بغيتوا تخرجوهم وتقليوهم او ديروهم في الفرن، توفروا عليكم وقت العمل. وهنا في الصينيه اللي دهنتها بقليل من الزيت، من الاحسن تكون مدهونه بالزيت، احسن ما ديروا الورق الزبده، من الاحسن اللي بغى يستعمل ورق الزبده ويدهنوا يمكن ليه، لانه هما ما فيهمش شي حاجه مدمه بزاف، فداك الزيت اللي كدهن به داك الصحن ديال الفرن كيعطيهم شويه ديال القرمشه من التحت، وهذا جيد. ومكملين كيف كتشوفوا لي شوسون ديالنا، كما كتشوفوا راني كندخل الحشوه لداخل ما نخليهاش برا نهائيا. كنتمنى تجربوا طريقتي، كنعرف الناس يعني الكل كيدير لي شوسون وكل واحد عنده الطريقه ديالو، كنتمنى تجربوا العجين بهذه الطريقه، وكذلك الحشوه غادي ندير معكم ان شاء الله حشوه اخرى في هذا الفيديو نيت، حشوه ديال الجبن كذلك، والجبن ما يمكن لكم تستعملوا اي نوع جبن عندكم في البيت فهو كيصلاح. ومازال ان شاء الله نشارك معكم فيديوهات اخرى اللي فيها لي شوسون بنفس العجين هذه لكن بحشوات اخرى متعدده، وكيجيو قمه في الروعه. أه
كنتمنى الاحباب ديالي اللي كيشوفوا الفيديو، جميع كل من كيشوف الفيديو كنتمناكم ما تخرجوش ابدا قبل ما تديروا لايك للفيديو، والتعاليق الجميله جدا والمحفزه واللي كتشجع دائما باش نمشيو للامام ونعطيو اكثر واكثر واكثر. انا حاولت نخلي لكم الفيديو كيف ما هو باش نبين لكم كل المراحل اللي دزت فيها وانهم ساهلين وبساط وكيجيو كيف ما شفتوهم هنا غادي تشوفوهم. فما ديراش الخميره، الخميره انتبهوا الخميره ما تكتروهاش باش تاخذوا راحتكم مع العجين. لا كتبتوا الخميره فغتخمر لكم العجين وما غيجيكم شي شوصون مزيانين، وغيخمروا لكم كذلك في الفران وغيكبروا لكم ما غيجيوش زوينين. انتبهوا اهم حاجه هي الخميره تكون قليله رغم ان الطقس بارد، حنا ماشي بحاجه الخميره تكون كثيره تكون قليله، المهم العجين ديالنا ما تجيناش كيف ما نقولوا باللغه العاميه ديالنا في الطيره، يعني بلا خميره. بغينا عجينه تكون فيها الخميره لكن ما تخمر ليناش في الفرن او في هذا في المقلاه كذلك. ومكملين، راه شفتوا قربت نكمل بعد ما كملوها هما ديال الفرن. غادي ندخلهم دابا ان شاء الله للفرن بدون ما ندهنوا بشي حاجه، بدون ما ندهنوا بالزيت، بدون ما ندهنوا باي حاجه، كيف ما هما ندخلوهم للفرن نشعلوا عليهم من التحت حتى يطيبوا وغنديرهم من الفوق يتحمصوا. فقط هنايا كتشوفوا الحشوه الثانيه معايا اللي غنحشيهم غير بجبنه ديال الكيري، اللي غنقسم كل وحده على زوج وغندير كل شوسون فيها نصف ديال الكيري مع شويه ديال القزبر المعدنوس فقط. كيجيو رائعين جدا جدا، غادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله هي اللي غتحكم. درت فقط هاد الربعه ديال القطع بالجبن، يعني صراحه درتي العجينه اللي بقات في الاخر بالجبن باش نوريكم كيفاش. وغادي نجمعهم بحال كيف درنا مع لي شوسون الاخرين وهادو غادي نقليوهم ان شاء الله. يعني غنخلي واحد، تشوفوا غادي تشوفوا معايا، نخلي واحد تقريبا واحد جزء مهم غادي نقليه والجزء الاخر راني دخلته للفرن. الفرن دخلتهم على درجه 180 حتى ل 200 درجه، الفرن تيكونوا سخناه من قبل اكيد باش ما كيخمم ليناش. عاد شعلنا الفرن وكيبقاو لينا في الفرن بارد كيبداو تيخمروا، اذا كان في مخايل قليل من الخميره تيخمروا، الاحسن يكون الفرن سخن باش يدخلوا يطيبوا. واخر وحده درتها بهذا الشكل اللي كيف كتشوفوا، درت فيها الحشوه وجمعتها هكا وخليت واحد القطعه ديال العجين اللي قطعتها درتها بواحد الشكل مخالف. يعني نتوما لكم الاختيار، عندكم العجين لكم الاختيار في الحشوه كيفاش ديروها، كيبقى اختيار ليكم. كيف كتشوفوا انا قطعتها هكا ودرتها فوق من الشوسون، جات المنظر ديالها زوين بزاف. مهم كشكل يمكن لكم تغيره، وكاين عده اشكال ان شاء الله في اي فيديو درت فيه شوسون نشارك معكم طرق اخرى واشكال اخرى وحشوات اخرى ان شاء الله. وهنا دزنا للقالي كيف كتشوفوا الزيت عندي ساخين. انا واحد الحاجه، انا كنت كنصور هذا الفيديو يعني في التوقيت ديال ما بين المغرب والعشاء، فكان عشيه ليل تقريبا. ومن بعد ما قلينا وخرجنا لي شوسون ديالنا الاخرين من الفرن، ملي تبغيو تقليو فقط اشاره الزيت تكون سخونه جدا، وكي نحطو الشوسون نقصوا النار، نقصوا النار باش يتقلاو من الداخل. غنعاودها نقصوا النار باش يتقلاو من الداخل. بعد ما قلينا هادو وخرجنا الاخرين من الفرن كيجيو روعه، مقرمشين لذاد طيبين مزيان، عجينه رقيقه كتشهي. كتشوفوا اللي رافقتهم بالصويا صوص هادو هما اللي مقليين، واللي رافقتهم بالكيتشوب ولا اللي كيبغيو الكيتشوب معاهم فهما اللي كانوا في الفرن بزوجهم جو روعه. انا هنا كنت يعني بغيت نقسم لكم، فلقيت عندي يد واحده ويد كتصور، فقسمت لكم بيد واحده. مهم باش نوريكم الشكل من الداخل، كانوا سخان بزاف بزاف. مهم تشوفوا معايا ان شاء الله الشكل ديالهم كيفاش كيجي، رائعين. هادوك راه كيبانوا لكم تما بحال اللي لا ما محروقش، غير محمرين مزيان من الفوق في الفران.
كيجيو مقرمشين لذاذ 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 جدا. نتمنى تجربوهم بهذه الطريقه، غادي يعجبوكم اكيد ان شاء الله، وليداتكم كذلك. هانتوما كي كتشوفوا معايا، من بعد ما قسمتها اللي معمره بالجبن قسمتها بيد وحده مره اخرى، كنقول لكم يعني كنعتذر، لكن هذا الشيء اللي كاين ما كانش عندي كيفاش ندير، كانش لي صور وانا كنقسم، فاضطريت نقسم بيد وحده. كتشوفوا الشكل ديالها كي كيجي قمه في الروعه والطعم. كنشكركم على التتبع ديالكم الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، احبكم في الله، مع الف سلامه.